لو بتستعملي فيتامين سي سيروم ومش جايب معاكي نتيجه او بيجيب معاكي نتيجه ولكن بيعمل لك وغز وتهيب في البشره بعد ما تستعمليه، فده معناه ان انت بتستعمليه غلط. لو عايزه تعرفي الطريقه الصح لاستعمال الفيتامين سي سيروم كملي الفيديو للاخر. الفيتامين سي سيروم يا جماعه هو عباره عن ماده مضاده للاكسده بتستعمل في علاج تصبغات البشره ولزياده نضاره البشره. طريقه استعماله في 5 خطوات لاستعمال الفيتامين سي سيروم. الخطوه الاولى وهي غسول البشره بغسول مناسب. غسول البشره مهم جدا عشان يقلل عمليه الوغز والتهيج اللي بيحصل بعد استعمال الفيتامين سي سيروم. بعد كده بنستنى 5 دقائق ونحط بعده الخطوه الثانيه نحط الفيتامين سي سيروم ونستنى 5 دقائق لحد ما يجف تماما. بعد كده تيجي الخطوه الثالثه وهي نحط المرطب مناسب على البشره. المرطب هنا مهم جدا علشان نستفيد بكل الفيتامين سي سيروم وما يحصلوش تكسير. وهنا السبب ان بتيجي بعض الناس وتقول انا استعملت فيتامين سي سيروم وكان سعره غالي جدا وما استفدتش منه وما شفتش منه نتيجه بسبب ان هما مش بيحطوا مرطب. المرطب مهم جدا عشان نستفيد استفاده كامله من الفيتامين سي سيروم. الخطوه الرابعه بنحط واقي شمس بعد استعمال الفيتامين سي سيروم. ده طبعا لو كنا هنستعمل فيتامين سي سيروم بالنهار. اخر حاجه وهو ان الفيتامين سي سيروم بيستعمل مرتين، مره الصبح ومره في الليل، ولو البشره حساسه بنستعمله مره واحده بس في الليل. دي كانت معلومه النهارده ويا رب اكون افدتكم. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتشيروا المعلومه دي لكل الناس عشان الناس كلها تستفيد. هتدل على الخير كفاية. مع السلامه.